محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج رأي حر. هنتكلم النهاردة عن الدليفري يا جماعة. الدليفري ليه يكون بموتوسيكل؟ ليه يكون بفيسبا؟ ليه يكون بمكنة زي ما بيسموها؟ ليه ما يبقاش بعجلة؟ يعني أنا بقترح إن الدليفري يكون بعجلة، ما يكونش بمكنة ولا بموتوسيكل ولا بالكلام ده خالص. وده ليه؟ ده لأسباب كتير وله مميزات كتير. يعني احنا لو الدولة فرضت على اصحاب المحلات اللي هي المأكولات الجاهزة والسوبر ماركت والحاجات دي، لو فرضوا عليهم ان الدليفري اللي عندك ما يبقاش بمكنة ولا بموتوسيكل، الدليفري اللي عندك يبقى بعجلة، هتبقى الفوائد كالآتي: اولا هنوفر بنزين كتير جدا، كميات كبيرة جدا بتستهلك في المكن بتاع الدليفري ده. ثانيا هنقلل التلوث. ثالثا هنقلل الضوضاء. رابعا هنقلل الحوادث، لان الدليفري زي ما احنا عارفين بيبقى مستعجل، فبيجري بسرعه جامده عشان يلحق يودي اوردر ويرجع ياخد اوردر تاني يروح يوديه ويكسب اكتر، فبيستعجل، فنتيجه ده بتحصل حوادث. خامس حاجه الشاب هيكسب كويس جدا، لانه اللي هيكسبه مش هيحط منه بنزين، لما يكون عنده عجلة بيوصل بيها اللي هيكسبه مش هيحط منه بنزين، لأن العجلة لا تستهلك بنزين. رقم 6 الشاب هيلعب رياضة، يعني الشاب هيبقى نشيط كده بدل ما هو قاعد على المكنة أو على الموتوسيكل. في عز الشتاء بتبقى الجو تلج وهو راكب الموتوسيكل بيجري، فالهواء بيقابله بسرعة جامدة جدا، وده بيجيب نزلات برد وبيتعب الشاب. لكن العجلة رياضة هتدفي جسمه وهتخليه كويس جدا. دي كانت فكرة النهاردة، حبيت أقولها لكم، وأتمنى إن الدولة ومجلس الوزراء يطبقها زي ما فرض على المحلات الالتزام بقواعد كورونا، برضو يفرض على المحلات، محلات المأكولات والسوبر ماركت وخلافه، يفرض عليهم إن الدليفري يكون بعجلة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.